ما قام به رشيد نكاس في الجزائر لم يقم به حزب سياسي من 60 يوم من ورشيد نكاس كفر فوري أو هو الذي دمر جدار الخوف والأحزاب السياسية الآن وألهي بهذا والله الأحزاب السياسية اللي غير في ريبوبليك كانت تجتمع عام كامل ما تلمش وشي لم رشيد نكاس في يوم واحد